عروض وإثارة، ولو أن الأهداف لم تكن كثيرة، والمهم أنه في الأخير كان هدف من خلال 90 دقيقة القانونية. فعلا كان ذلك في الدقيقة 43، إذا كان ممكن هيكل نشاهد الهدف، ولكن هذه هي اللقطات في من الشوط الأول. من الشوط الثاني عودة قوية جدا للأربعاء في الربع ساعة الأخير. لماذا لم يلعب الأربعاء بهذه الطريقة سي حميسي حتى نهاية المباراة؟ اللاعبين دركوا بأنهم لازم يغامروا في الدقائق الأخيرة. تأكدنا الآن أن زرداب زهير لمس الكرة. لمس الكرة. نظن حتى التغييرات اللي أمل الأربعاء لم تكن مفهومة. نظن تسرع نوعا ما ميهوبي في إخراج داود في وسط الميدان، خاصة ما بين الشوطين كان قادر كان يعطي له الفرصة حتى يعود في الشوط الثاني، ربما راح كان تكون عنده ردة فعل، ربما كان قادر عليه يعطي له نقد وقت نوعا ما، حتى ربما يعطي ثبات رغم انه ضيع كرة الهدف. والمسؤولية ليست مسؤولية لاعب في كرة القدم، نهار تسجل عليك هدف هي مسؤولية كل اللاعبين المجموعة، ماهوش مسؤولية لاعب واحد وتحمل مسؤولية انه ما فكش الكرة في تلك الوضعية. لهذا نظل تسرع ميهوبي في اخراج داود، رغم انه دخول اللاعبين الاخرين كان عندهم وقت، ما كانش عندهم وقت الكافي باش في نفس الوقت نشاهد لقطات، وايضا الفرحه ب يما قلنا بجاية بالضبط، لكن بالضبط لانه هذه اللحظات هي تاريخية. أكيد هي لحظات تاريخية، وردة فعل الجمهور بجوي ستكون معروفة أو هي معروفة، نشاهدها على أرضية أو في مدينة بجاية من خلال خروج الجماهير، الخروج الذي ربما هو ترجمة طبعا لهذا الفوز التاريخي، وبالتالي الفرحة والحفلة راح تكون في بجاية. طبعا وممثل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول السيد عبد الملك سلال سيسلم بعد قليل هذه الكأس للاعب قائد الفريق فريق نسيم الدحوش بجاية، نسيم الدحوش 32 سنة وأكثر ببعض أسابيع وأشهر يفوز ب
كأس الجزائر جوبير، الفريق أما الأربعاء أدى ما عليه في مباراة خاصة في الشوط الثاني. الحاجة الأولى نقول لهم مبروك بالجاية بالفوز هذا، مبروك عليهم الكأس، وهذا كما نقولوا أوفر في الأربعاء. المقابل اللي شفنا دوزيماتونس الشوط الثاني كان الأربعاء عودوا رجعوا سورتو في الربع ساعة الأخرى، كانوا خرجوا من المنطقة تاعهم حبوا باسكو خلاص مبقاش ما عندهم ما يخسروا. مي أنا جبت لربي كاين أمور اللي خلاو الفريق هكذايا، باسكو شفنا فريق أما الأربعاء ماشي مضاري يلعب هكذايا، كاين لاعبين ما كان ظهروش في المستوى اللي كنا نستناوهم. تكتيك كيما نقولوا تكتيك مون، شفنا هفوات كبيره سورتو على الجهه اليمنى تاع الفريق. المدرب ما عرفش كيفاش يستير المقابله تاعو، باسكو كاين كيما داوود كيما قال الشيخ مني داوود كان يزيد يريح عنده يزيد يعطيه لا شونس. حنا نقول